انا اللي مثلت في ذاك الفيلم ديال الحصله. انا ما كنتش كنصحابو غادي يدوز هذيك تهضر معايا على الراجع، حيت قالوا لها الناس هذاك الدري راه رجاوي، سيري معاه راه يقدر يفيدك بالراجع. ديك الايامات الراجع كانت دينا كاس ديال الاتحاد الافريقي ودينا كاس العرش، كنت فرحان بزاف. كنت كندي معايا داك الدري الصغير اللي مربيه، كنت كندي معايا للتيران مني كان عنده 8 شهور، حيت ما كنتفارقش انا وياه. صافي من تما هي شافت هذاك الديكور كنبركو معايا في القهوه، قالت لي واه وليت زوين هادي، جابت لي واحد اللبسه ديال زهره الغد ليه بحال طمعتني، فهمتي. صافي قلت لها شكرا هادي، قالت لي تهلاه فيه. تما فين جات طلعت للسعاده من داك الدرب اللي حدا الجامعه، طلعت للسعاده قالتني كندير بسطايله داك الشيء معقوده في العشيه. قلت لي واش يمكن لي ندير معاك شي حاجه، شي فيديو زعما، فيديو راه غنلوحوها في اليوتيوب هذا. قلت لها ماشي مشكل، قلت لها غتلوحي شدي ليا غير ايديا. لا قالت لي بغيت نشوف كيفاش كطيب وكيفاش هادي. قلت لها نطلعك للدار تشوف كيفاش كطيبي وهذوك. راه الوالده سبحان الله قالت لها الوالده شدي ليا ايدي ماشي مشكل، وقالت لها ما تلوحيش الدري الصغير، راه الدري راه مشى تمشى ليه الدري راه غادي غيتسطى علينا ولدنا. فعلا وفعلا داك الشيء اللي في الاخر تصدمت مني لاحد الدري، والبارح مو جا دات داتو، راه الدراري شافوني البارح بغيت نتسطى، راه ثلاث ايام ما خدمتش كنبيع الحوت والله ما مصور الريال، وانا بقى في الحال باغي نشوفه. دابا انا كنتمنى من هذيك الصونيه تجيب لي غير ولدي، انا يقتلني اي واحد. انا اللي كنت ما كنتش بنادم عجبني وهضرت على الخيب، على الحي خيب، ولكن انا ما هضرتش على الحي خيب، هضرت عليه زوين وعزيز عليا الحي. وانا راه مثلت على قبل راجع، وكنت كنرسم في الباب ديال الدار انت غرامي، جات صوراتو قالتني كنبيع الباسطيله، قالت لي انت تبارك الله عليك. صافي مني تبعت الباسطيله راه صورات معايا، راه ما خديت لها 50 مليون. واش انا واخد من 50 مليون كون راني زارع هاد الارض هادي؟ راه عندي ارض ديال الدلاح كاتبه لي با بصح مسجله ومحفظه، كون راني في الصحراء كون راني بصح كنزرعها، ولكن راه ما عنديش. وقال لي با الله يسهل عليك. جات عندنا صونيا تلاقينا معاه هنا، جابها باري عاملنا معامله، قالت لينا بغا نصور واحد العايبه نصور معانا ولكن ما غنفوتكمش. فاش خرج الفيلم فاتنا، ما نسمحوا لها لا دنيا لا الاخره، والدراري كاملين كاعين عليها، كاعين حتى على باري اللي تبتنا ليها وفطرات معانا في رمضان فهاد الجرده هادي، وبقات تجي وتتعيط لي في التليفون، الو جي متشل معايا، الو جي متشل معايا. فاش متشلت معاه وخرج الفيلم في دوزام ما بقى والو، تنعيط لها قالت لي اللي بغيتي ديرو ديرو، وانا كاع ما معول على لا هي لا اي واحد، ما معولش عليه، معول على راسي الحمد لله. حيت اخر حاجه بنادم غيدي معاه شبر وربعه السبعان ويطيحات بالسمعه ديال الحي، فيها المجرمين، فيه الحي، فيه الرجال وفيه الشميش، واي بلاصه تمشي تلقى طوب وحجر، في اي بلاصه في العالم في الشينوا تلقى طوب وحجر. انا عاودت لها على راسي كنت في اوروبا، جبت لها الدول اللي كنت فيهم، فهمتي؟ قلت لها انا كنت في سبليون، فرنسا، بلجيكا، الالمان، الطاليان، الانجليز، عاودت لها القصه ديالي وقلت لها ما خدام ما والو. فاش تصوري عاملين وهي باعت البروجي بشي 120 وما عطاتنا والو، كون جاب شي 1000 درهم 1000 درهم لواحد غيبقى بنادم يدعي معاها، فهمتي؟ حيت بنادم ما خدام ما ردا، ما تعطي واحد خمسه الزرقات يحس براسو، مشى للقريع ياخذ كاسكيطه شي لعايبه يخرج الصحاب شويه يضرب بها دويره. وقالت لي لا يخرج بروجي نضيكم، وهي باش نوضت الفتنه، باش نوضت الفتنه، شي يقولوا لي خلصات جوج ما غنسميهمش، ماشي خلصات وما تسكروا عليها. لا كون كان بلا عارفنا بالعيوش نقول لها سيري سيري قلبي على راسك في شي قنت اخر، حيت هذاك مسختي توسخ لينا ولاد البلاد، وحنا ما ولكن انا شدوني اسور شي كنت انايا شدوني ما وسخوني ما والو. ولكن انا البارح سولني واش عاجبك الفيلم، قلت لي لا ما عجبنيش. عرفتي علاش ما عجبنيش؟ حيت شفت شي فعيل ماشي ديالنا، ماشي ديال هذاك الدرب اللي عايشين فيه. احنا عايشين في احسن بلاصه في الحي محمدي السعاده، لاكوت ديال الحي محمدي السعاده، كاينين هنا ناس الغيوان، كاين عاشق، كاين لعاب، عندنا ديال المسن ديال الوداد، عندنا قعداوي ديال طنجه، عندنا الناس زوينين والمسؤولين خذوا لنا حقنا. عرفتي علاش؟ حيت حنا ولاد البلاد وشبعانين عداف عين سبع ومبوم بين السنين، بقينا شنديروا والو. وانا اربع سنين دابا وانا شندفع في السيفيات، وقول خدمه ما بغاتني، علاش؟ حيت دار بالحبس، والسيكيريتي هي الاخر دفعت لها في المرسق ما بغاتنيش، ما اقدر. واش اللي دار بالحبس يموت؟ هادشي اللي بان لي انا. والمجرمين والمجرمات ما تينصبوش علينا، جا شي واحد تلقات علينا حمادي ما نصباش علينا انا. ولكن شوفي غدي معاك شبر وربعه السبعان في الاخر، وان شاء الله ما بغيتش ندعي عليك بشي لعيبه خايبه، حيت عندي اختي. وسيري والله ما نسمح لك لا الدنيا لا الاخره، باري
الله يعفو عليك من الجوانات انت يا سونيا.